السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل شابتر 2. شابتر 2 بيتكلم عن الجذور بتاعة المعادلات الرياضية اللي عندي أو الإكويشنز. باخد طرق عشان أعرف أجيب الجذر للمعادلة بتاعتي، تمام؟ والطرق دي بتبقى أبروكسيميت، يعني على حسب هيطلع لي رقم إكزاكت، وأنا بالطريقة دي هوصل لطريقة أبروكسيميت، تمام؟ أول طريقة خالص هناخدها اللي هي بايسكشن ميثود. بايسكشن ميثود دي فكرتها انه بيدي انترفال، والانترفال دي فيها الانسر، يعني الانترفال هنا في الرسمه دي، تمام؟ بادئ A و B، ده الانترفال بتاعي، والبي ده النص، نص الانترفال بالظبط. الانسر بتاعي او الروت بتاعي اللي انا عاوز اطلعه هو ما بين الاي والبي، تمام؟ طريقه الحل ازاي؟ ان انا بعمل تكرار او بعمل iterations عشان اقرب لاقرب نقطه للاكزاكت سوليوشن، تمام؟ هو طبعا في الاخر ابروكسيميت. فهنبص هنا الاقي بحط هنا اشاره موجب في النص من الاي للبي، واشاره ماينس من في النص من بي من البي للبي، تمام؟ انا في التعويض بتاعي في المساله هيطلع لي الناتج يا اشاره موجب يا اشاره سالب، فعلى حسب الاشاره اختار النص، نص انترفال الكبيرة دي هختار نص منها واخليه هو الانترفال الجديدة اللي هشتغل عليها، واعمل عليها نفس الحوار القديم، يعني هجيب برضو نصها ايه البي التانية الجديدة، هعمل النص بتاعها برضو وهحط برضو موجب وسالب، نفس الحوار، نفس الحوار بالظبط، واعوض في المسألة تاني واشوف هل الاشارة هتطلع معايا موجب او سالب، ولو طلعت اي اشارة من الاشارتين هاخد النص منهم واشتغل عليه، ويبقى هو ده الانترفال الجديدة بتاعتي، تمام؟ ناخد اكزامبل. اكزامبل بيقول لك هنا عاوز يجيب البايسكشن، عاوز يستخدم البايسكشن ميثود عشان يحل الايكويشن دي اف اوف اكس ايكوال اكس سكوير اكس تكعيب بلس 4 اكس سكوير ماينس 10 ايكوال 0، تمام؟ المدين هنا هقف امتى، تمام؟ قال لك حل المساله دي تقريبا ل 10 باور ماينس 4، تمام؟ ومدين الانترفال تحت اللي ما بينهم اللي فيها الحل اللي هي 1 و 2. نروح على الجدول بتاعنا عشان ما نضيعش وقت، تمام؟ الجدول بتاعنا عبارة عن ال N اللي هي عدد ال iterations أو عدد تكرار الخطوات، وعندي ال A وال B اللي هي الفترة بتاعتي اللي أنا شغال فيها. طبعا البداية بتاعتي بتبقى given اللي هي الواحد والاتنين مديها لي في ال example، و ال PN، ال PN ده بجيبه ازاي؟ بجمع الواحد والاثنين دول واقسمهم على اتنين عشان اجيب نص الفتره بالظبط، فيطلع واحد ونص في الاكزام اللي عندنا هنا. بعد كده عاوز اجيب اف اوف بي اللي هي السيجنال، هنا بدور على على الاشاره بس، يعني هاخد الواحد ونص دي واعوض فين؟ عندي هنا في الاكس تكعيب 4 اكس تربيع ناقص 10 واشوف الناتج هيطلع ايه، تمام؟ فباخد ال PN دي واعوض بيها في الفانكشن واشوف الاشاره بتاعتها تبقى ايه. لو طلعت موجب يبقى عندي الانترفال زي ما شفنا عندنا هنا متجزأة ايه نصين، صح؟ تمام، جزء موجب وجزء سالب. فانا لما عوضت بال P جوه الفانكشن، الفانكشن دي طلع لي موجب، اشاره موجب في الاكزامبل بتاعنا. فالانترفال الجديده بتاعتي اللي انا هشتغل عليها اللي هي ايه النص ده، هطير النص اللي فات ده ويبقى الانترفال الجديده من اول البي لحد الاي، يعني ثابت الاي وغير البي، يبقى البي الجديده هي البي القديمه، تمام؟ يبقى الايتريشن الجديده هتبقى شكلها عامله ازاي؟ نبص هنا تمام، لو بصينا هنا هنلاقي الاي فضل زي ما هي والبي بقت الواحد ونص، فبقى الايتريشن او الانترفال الجديده بقت واحد وواحد ونص. هجيب النص بتاع واحد اللي ما بين واحد وواحد ونص هجمعهم على بعض واقسمهم على اتنين، يعني هجمع ال A وال B هجمعهم على بعض واقسمهم على اتنين، يبقى واحد وربع، تمام؟ اخد الواحد وربع دي واعوض بيها في الـ equation بتاعت المسألة، هيطلع لي اشارة ماينس، طلع لي اشارة ماينس يبقى هختار النص اللي على اليمين، تمام؟ اللي هي الاشارة بتاعته ماينس، يبقى الانترفال الجديده بتاعتي هيبقى ال B ثابته زي ما هي، وال P اللي هو النص ده اللي هيتغير، هو ده اللي هيبقى ال A الجديده، تمام؟ فنيجي نبص تحت نلاقي ال A بقت 1.25 بتاعت ال P، تمام؟ وال B بقت 1.5، تمام؟ وال B زي ما هي 1.5، تمام؟ لما تكون الاشاره ماينس. هنفضل ماشيين كده لحد ما نوصل لايه؟ للايتريشن 12 و13.
لما نيجي نوصل 12 13، هو طبعا الخطوه اللي انا هقولها في 12 13 دي انا بطبقها كده كده في كل اتريشن وانا نازل. بعمل ايه؟ بطرح دايما الاتريشن اللي انا واقف عندها من اللي قبليها، بطرح الاتريشن اللي واقف عندها من اللي قبليها، واشوف هل الناتج اللي هيطلع عندي ده هل هو الاكيوريت اللي هو مدوني في المساله ولا لا. فاطرح 13 الاتريشن وبطرح ايه بالظبط؟ بطرح البي، تمام، بطرح الناتج بتاع البي. يعني انا مثلا طلعت هنا في البي ان ده 1.5 و1.4، هطرح 1.5 و1.4 من بعض، هطرح 1.4 طبعا من 1.5، يعني 1.4 ناقص 1.5. هشوف الناتج هل هو 10^-4 او قريب من 10^-4. لو قريب من 10^-4 او هي 10^-4 نفسها، يبقى انا ايه؟ اقف لحد هنا. لو مش هي اكمل، تمام، واطرح اللي بعديها من اللي قبليها، واشوف برضو نفس الحوار، امشي كده لحد ما الاقي ايه، لحد ما الاقي في رقم 10^-4 مكتوب مضروب، اسف، في رقم تاني، في رقم 10. للاسف في الاكزامبل عندنا هيبقى لما يطرح 13 من 12 هيطلع 1.2207 مضروب في 10^-4. اقف لحد هنا ليه؟ لان ال 10^-4 لما اجي افك المعادله دي في شكل رقم 10 هيطلع 0.0001، والجزء ده كده لوحده 10^-4، ده اللي انا عاوز اوصل له. مش مهم بقى لو في فراكشن زياده ورا ولا لا، تمام، ده ما يهمنيش. تمام، ده كان جزء نظري هو شرحه ودخل عليه بعد كده حل عليه في المحاضرة اللي جاية أعديها. هنا طريقة تانية، أخدنا البايسكشن في الأول خالص، دلوقتي هناخد طريقة تانية اسمها فولس بوزيشن ميثود. الفولس بوزيشن ميثود دي ليها قانون لازم نحفظه، اللي هو XR equal XU مضروب في function of XL ناقص XL مضروب في function of XL of XU على F of XL ناقص F of XU. تمام، الإثبات ده علينا، الإثبات ده هيجي من رأيي. عندي هنا اتنين في الرسمة، عندي F XL function of XL و function of XU، و function of XU ال XU بتاعتها اللي بيقابلها عند ال X، عند المحور بتاع ال X. تمام، وال XL ال XL بتاعتها اللي بيقابلها برضو عند محور ال XL. لما اجي ارسم خط من النقطه دي لتحت يبقى النقطه دي هي الاكس يو، ولما اجي ارسم خط من النقطه هنا لحد ما اوصل للاكس هتبقى دي الاكس ال، الاكس ار اللي هو نقطه التقاطع. تمام، عشان اجيب المعادله بقول ايه؟ اف اوف اكس يو على فرق المسافه بين ار ويو. تمام، يبقى اف اوف اكس ال على اكس ار ناقص اكس اكس ال، اسف، هنا اف اوف اكس يو على اكس ار ناقص اكس يو. تمام، والاف اوف اكس ال عبارة عن فرق المسافة بين L و R برضه نفس الكلام، يبقى ال F of XL على XR ناقص XL. تمام، عشان أحل ال equation دي طلعناها من الرسمة، المعادلة دي اللي فوق طلعناها من الرسمة. بضرب طرفين في وسطين مقص، تمام، بيطلع المعادلة بالشكل ده، F of XL مضروبة في القوس ده و F of XU مضروبة في القوس التاني. ماشي، هفك الأقواس هيطلع لي هنا f of x u مضروبة مرة في x u مرة في x r، وهنا f of x اسمها u، اسف، هنا كان l وهنا u مضروب في x l مرة وفي x r مرة. تمام، اللي انا عاوزه اخلي الحاجة اللي مضروبة في x r في طرف لوحده والباقية في طرف تاني، فالاقي هنا x r مضروبة في f of x u هاخدها الناحية التانية، والاقي هنا x u مضروبة في x l f of x l هاخدها الناحيه التانية، هبدل الاثنين مكان بعض. تمام، طبعا هغير الاشارات، يعني دي هتيجي هنا هي بالموجب هتيجي هنا بالسالب، ودي بالسالب هتروح الناحيه التانية بايه؟ بالموجب. تمام، فهتبقى اكس ار في اف اوف اكس ال ناقص اكس ار في اف اوف اكس ال ايكوال بقيه الايكويشن. هاخد اكس ار عامل مشترك، اروح قاسم على إيه؟ على المضروب في اكس ار ده، يطلع لي الايكويشن دي. تمام، بس دي اللي بحل بيها. الاكزامبل عندي هنا بيقول لي عاوز اوجد فايند بوزيتيف سكوير روت اوف 18، عاوز اجيب جذر تربيع 18 يوزنج فولس بوزيشن ميثود، امبلوي انيشيال اف. تمام، جس يعني بيقول لك اول يعني الاكس ال والاكس يو بتاعتي في الاول خالص في اول اتريشن هفرض ان هي الاكس ال باربعه والاكس يو كمان بخمسه. تمام، وبيقول لك هنا اقف لحد سكند اتريشن. تمام، انيشيال تو سكند اتريشن، بمعنى اللي فات الطريقه اللي فاتت اللي هي باي سيكشن ميثود
كنت بعرف كان حاطط لي الكونديشن في الاكزامبل او في السؤال ايه، انه يكون اكيورسي 10 بمنس 4، يعني هطرح اخر اتنين انسر واشوفهم هل هو قريب من 10 بمنس 4 ولا لا. دي كانت طريقة عشان اعرف انا هقف امتى. الطريقة التانية هنا هو بيقول لك ان هقف في انهي اتريشن بالظبط، هو بيحددها لك، فمش هتعمل اي حاجة اكتر من انك هتعمل عدد الاتريشنز اللي هو مديها لك في المسألة، تمام؟ فهو بيقول لي هنا اتنين اتريشن، خلاص هعمل اتنين اتريشن. دي حاجة. تاني حاجة، دلوقتي الفانكشن بتاعتي في المسألة تايهة، يعني بمعنى ان هي مش كاتبها كده بفورمات رياضة، بفورمات يعني ماس، تمام؟ فعشان اطلع شكل الفانكشن بتاعت السكوير روت بتاعت ال 18، جذر تربيع 18، هاجي اكتب هنا هفرض ان اكس بيساوي جذر 18، تمام؟ اخد الجذر التربيع اربع الطرفين، فبقى اكس سكوير بيساوي 18، هودي 18 الناحيه الثانيه، تبقى اكس سكوير ناقص 18 هي الفانكشن بتاعتي، يبقى اف اوف اكس ال بيس اكس اف اوف اكس بيساوي اكس سكوير ماينس 18. كده جبت المعادله، تمام؟ سويت اكس بالجذر 18، عملت تربيع للطرفين، وديت 18 الناحيه الثانيه بالماينس، بقت الفانكشن بتاعتي اكس سكوير ناقص ايه 18، تمام؟ هنا في انترفال زي اللي فاتت بالظبط، بس هنا يفرق عن اللي فاتت ان الاشاره متبدله، يعني هناك كان هنا موجب وهنا السالب، اللي هنا العكس، وهناك كان في a و b و p في النص، لا هنا في x l و x u و x a r، تمام؟ الجدول هو اللي هو الجدول اللي في، يعني ما فيش فرق كبير عن الجدول اللي فات، عندي مكان ال a وال b x l و x u ومكان ال p x r، تمام؟ وهنا الايتريشنز بتاعتي، هحط الاربعه والخمسه، بعد كده ال x r اعوض بال x l وال x u في المعادله اللي فوق. طبعا لما يقول لي f of x l، يعني هاخد الاربعه دي واعوض بيها فين؟ في الايكويشن اللي انا لسه مطلعها دلوقتي، تمام؟ ولو قال لي اف اوف اكس يو، يبقى هاخد الخمسه دي واعوض بيها في الفانكشن اللي لسه جايبها دلوقتي، تمام؟ واجيب لي الاكس ار، جبت الاكس ار اروح معوض في الاكزامبل بتاعي اشوف الاشاره بتاعتي ايه، تطلع موجب او سالب في الـ يعني في الفانكشن اللي لسه جايبها اللي هي اكس تربيع ناقص 18، هيطلع ماينس، يبقى هشتغل على انهي فتره؟ هشتغل على الفتره اللي على الشمال دي، تمام؟ يبقى ال x l وال x r هي الفترة الجديدة بتاعتي، بمعنى ال x r هتتبدل ويتحط مكانها، يعني ال x u هتيجي مكان ال x r، تمام؟ فنيجي في الايتريشن الثانية، ال x l ثابتة زي ما هي 4، وال x u بقت ايه؟ بقت هي ال x r في الايتريشن اللي قبليها، تمام؟ واعوض بالاثنين دول، الاثنين فاليو دول في المسألة بتاعتي، في القانون بتاع ال x r. لما اعوض في القانون بتاع ال x r هيطلع لي الناتج، والناتج ده هو ال اكس ار بتاعتي الجديده في الايتريشن الثانيه، وهقف لحد هنا لان هو قال لي ايتريشن 2، فهقف لحد ايتريشن 2. جبنا الكالكوليتور وحاولنا نعرف الترو فاليو، فحسبناها على الكالكوليتور طلع 4.2426، والابروكسيميت اللي احنا طلعناه دلوقتي اللي هي الاكس ار دي طلعت بكام؟ 4.42096. فاول رقمين هنا نفس الرقمين اللي في الاكزاكت، لكن هو يختلف شويه في ايه؟ في الاخر. فالرقم ده تقريبي للاكزاكت، تمام؟ بس نكمل ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.